ورجعنا لكم بعد الفاصل. فكرتنا النهاردة مختلفة شوية لأننا هنتكلم عن الستايلينج وإيه الألوان المناسبة لفصل الخريف والشتاء 24-25. وكمان كلامنا مش هيكون عن الستات بس، لا احنا هنتكلم كمان عن الرجالة ومودة الشتاء في الرجالي. كل ده هنتكلم مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة، الستايلست أشرقت. أنا مبسوطة جدا إن أنا مع حضرتك بجد. أنا كمان، أنت منوراني. أنا مبسوطة إن مع حد شيك كده وكيوت وجميل بجد والله. ميرسي ليكي، أنت منوراني بجد. بنور حضرتك، ميرسي. طيب عايزاك كده الأول نتكلم شوية عن أنت درستي إيه. أنا ماليش يعني دراستي ملهاش علاقة بالفاشن والموضة، أنا كنت سياحة أساسا وفنادق، فملهاش علاقة خالص بالفاشن والموضة. رحلتك بدأت ازاي بقى مع الفاشن؟ انا دايما بحب يعني اشوف ايه الحاجات الجديدة، اشوف ايه الحاجات الترندي، اشوف بحب اهتم بشكلي، بحب اشوف ايه الالوان الموضة، فخلتني ان انا اروح لللاين ده. بس دراستي ما كانتش ليها علاقة اساسا بالموضوع ده اساسا خالص. وما فكرتيش تدرسي؟ لا ستايلينج، انا دارسه ستايلينج. يعني دارسه ستايلينج، لكن ما حبيتيش تدرسي ديزاين مثلا تبقي فاشن ديزاينر او كده؟ لا بصراحه لا، يعني فضلت فتره عملت لاين ليا بس ما درستهوش. يعني كنت بعمل بصمم هدوم وكده بس ما درستش الديزاينر، لكن يعني متابعه بقى كل بس الستايلينج درسيه يعني. اوكي حلو قوي. طيب احنا عايزين النهارده بقى نستغلك ونسألك عن إيه الموضة بتاعة خريف وشتاء 24 و25. هو الألوان أكتر حاجة طالع لون البرجندي طالع موضة جدا. ده للستات بالظبط ولا ستات ورجالة؟ ستات ورجالة. أوكي. ودرجات الهافان والدنيات، اللون البرجندي اللي هو النبيتي كده، درجة من درجات اللي هو العنابي شوية. أيوة. اللي هو الغامق طالع موضة جدا، وفي الشنط طالع موضة جدا. في البوتات، في الهدوم طالع موضة جدا، يعني يعتبر رقم واحد في الموضة في الخريف وفي الشتاء. في الرجال وفي الميل وفي الفيميل. أوكي. والهافان طالع موضة جدا، الاسود طبعا مكمل معانا، درجة الرصاصي براون شوكليت طالع موضة قوي. حاجات اللي هي عارفة الوان الشتاء اللي هي الشيك دي، اللي هو دي الحاجات الهافان والقماشات الشموع والحاجات الشموع دي. طبعا طالع موضة جدا، الكوتس الجلد الطويلة طالع موضة جدا قوي قوي. حلو. والشموع كمان طالع موضة قوي في الشنط. يعني بالنسبه احنا الفيميل صح. طالع موضه جدا. الدرجه الغامقه من البني كمان طالعه موضه قوي. حلو قوي. طيب احنا عايزين نتكلم عن الموضه الرجالي بقى. يعني كلمينا كده عن، عشان الرجاله مظلومين شويه في الموضوع الفاشن والموضه ده. هو الاولد ماني ستايل مكمل معانا برضو في الحاجات اللي هي الرجالي طالع موضه جدا. الكوتس اللي هي يعني هو متجه للحاجات الكلاسيك اكتر. يعني الكلاسيك طالع موضه ومكمل معانا للشتاء، اللي هي الكوتس الطويله تحتيها مثلا التيشيرتات اللي هي البولو او الحاجات اللي هي البيزك دي طالعه موضه قوي ومكمله معانا للشتاء. والالوان اللي هي بقى الهاديه، الهافان، البيبي بلو، الحاجات دي كلها بتدي رقي كده وشياكه بالظبط. كل الحاجات دي طالعه موضه جدا في الرجال. طيب انت شايفه ان الرجالي كستايلينج بيبقى اصعب من ليه؟ محدش بيهتم بيهم. ايوه ليه بقى ما بنهتمش بيهم؟ يعني دايما في ستايلست كتير قوي للبنات. بس الولاد لا، مفيش. يعني ده من الحاجات دي ده طالع موضه قوي. الاسود طبعا والهافان في الرجالي الحاجات دي طالعه موضه جدا. بس اللي هي الكوت الطويل واللون ده والميديوم برده طالع موضه جدا وترندي جدا. واللون الزيتي طالع موضه قوي مع الاسود ومع الهافان، وطالع موضه مع الجراي في الرجالي. وطبعا الجينز معانا كده كده لو في خروجه الصبح او بالليل او حاجه كاجوال او كده طبعا بيبقى معانا الجينز ده حاجه اساسيه. حلو. وده برضو الحاجات اللي هي الكلاسيك عامه طالعه موضه جدا معانا في الشتاء ده. سيمي فورمال شويه كده الحاجات السكارفات طالعه موضه جدا. يعني في الحاجات برضو الرجالي السكارفات اللي هي البراندات مثلا او الحاجات اللي فيها نقوشات فيها بيجات او اسود او مخططات دي طالعه موضه جدا. جراي برضو. او جراي طالعه موضه على الكوتس. ولو يعني لو فورمال او كده ممكن السكارف تبقى رفيعه تبقى حلوه قوي. حلو قوي. واللون البيج ده طبعا حلو قوي. الاولد ماني الهافان مع الكحلي برضو طالع موضه. والهافان مع الجراي طالع موضه جدا. والاوف وايت طبعا. وحتى الشوزات الشموا برضو طالع موضه جدا في الرجال. يعني الشوزات الشموا طالع موضه جدا. يعني الاوتفيت كلها هتلاقي فيها الشموا طالع موضه قوي. طب حلو قوي. طيب لو احنا هنتكلم عن الراجل، لو هو رايح مثلا الجامعه يلبس ايه
ولو هو رايح مع اصحابه مثلا عشاء او خارج مع اصحابه يلبس ايه، رايح مناسبه فرح مثلا او خطوبه. يعني لو رايح الجامعه هنتجه للحاجات اللي هي المريحه، هي الجنسات، الحاجات اللي هي السويت بانس مثلا اللي هو بتاع ينفع الخروج. يلبس لبس الجيم مثلا ورايح الجامعه؟ لا اكيد لا، لا ما ينفعش طبعا. عشان يعني لا اوقات بشوف لا حاجات كده، فبس غير مستحب يعني اكيد. لبس يعني الجيم يبقى للجيم، للنادي، كل مكان ليه لبسه، رياضيه فالبسه كده بالظبط. كل مكان ليه لبسه، يعني الاحسن هي حاجات اللي هي العمليه اكتر، الجنسات يعني زي كده مثلا زي الاوتفيت ده كده، ده ينفع للجامعه. الشميزات، الجاكيت اللي هي الجينز اللي هي الثقيله شويه، الجبردين الثقيل، الحاجات اللي هي العمليه شويه اللي هي تنفع معانا، مريحه. دي كل الحاجات دي تنفع، حتى البلوفرات اللي هي البولو دي برضو حلوه قوي، مناسبه جدا، بتبقى شيك ومريحه جدا. جميل. طيب زي كده برضو ده كل الحاجات دي مناسبه جدا وحلوه قوي للجامعه، بتبقى مريحه يعني. بالظبط، هي حتى ليهم هم كمان بتبقى مريحه، بتبقى مريحاهم. طيب لو رايح فرح بقى او مناسبه يلبس ايه؟ لو فرح الصبح هنتجه للالوان الفاتحه. يعني لازم الاول ابقى عارف انا الفرح الصبح بالظبط ولا بعد الظهر. الفرح على البحر مثلا، اوبن اير مثلا، ولا في قاعه او اندور. لا لو الصبح هنتجه للالوان الفاتحه، البيجيت، البيبي بلو، الروز، الاوف وايت، الابيض، الحاجات دي كلها بتبقى تحفه الصبح جدا، وعليهم كمان بتبقى حلوه جدا. لو بالليل مثلا هنتجه للحاجات الكلاسيك، كحلي، اسود، دارك براون، يعني الاوتفيت ده مثلا يتلبس ده الصبح. ده لو في مثلا مناسبه الصبح او كده، ده بيبقى حلو قوي. الالوان دي الفاتحه دي بتبقى حلوه قوي كمان في الصور، عشان هو كمان مش فورمال قوي، عشان اللونين مش نفس لا، والالوان الفاتحه دي كمان بتبقى حلو. الزيتي مع الاوف وايت حلو قوي، والزيتي كمان من الالوان الترند برضو السنه دي جدا. البيج طبعا طالع موضه جدا، وحتى لو هيحط فلاورز مثلا على السود بتاعته او كده بتبقى شكلها حلو قوي. يعني الاكسسوارز كمان للرجاله بتغير اللوك، بتخليه طبعا طبعا. ده برضو بالنهار. ده برضو بالنهار، الهافان، درجات البيبي بلو، الفاتحه، البيج، الروز الفاتح، الحاجات دي كلها بتبقى حلوه قوي في النهار وفي الصور، وكمان عشان اشعه الشمس ما نحسش بحراره او كده. طيب بالنهار لازم يلبس كرافات ولا مش لا انا لا مش حبيها بصراحه بالنهار. لا طيب بالليل بقى امتى يلبس كرافته وامتى يلبس حسب هو بيليق عليه ولا لا. يعني لو هو مليان مثلا ما ينفعش يلبس كرافته، هتخلي الحته دي عنده عريضه وهتبين منطقه البطن، هتلفت النظر بالزبط للمكان ده، فهيبان ان هو عريض، هتعرضه قوي، وهتبين لو هو عنده بطن منطقه البطن هتبان. طيب فيلبس ايه بقى؟ ما يلبسش حاجة. يسيب القميص مفتوح. طيب او يلبس بقى مثلا لو هو ما بيحبش البدل، ممكن يلبس تيشرتات عاديه بيزك تحتيها، تحت مثلا البليزر او كده، يلبس تيشرت بيزك اسود مثلا بالظبط، حاجه غامقه وعليه شوز كلاسيك. ده لو بالليل هيبقى كويس. طيب يعني لازم ياخد باله برضو من شكل جسم طبعا، يعني برضو ده مهم طبعًا ان انا لما اجي البس حاجه طبعا اخد بالي من المناسبه ايه هي، والصبح ولا بالليل، وكمان شكل جسمي ايه اللي هيليق عليه طبعا. ما ينفعش ان انا البس اي حاجه في اي وقت. لا طيب موضوع بقى الشراب للرجال، افضل يبقى لون الشوز، لون الشوز مش لون البنطلون بالظبط. لا يعني انا لو هلبس مثلا، لو هيلبس كوتشي ابيض يبقى لونه ابيض، لو هيلبس مثلا اسود يبقى اسود، لو هيلبس كحلي يبقى كحلي. لون البنطلون دي لا، انا المنظر مش حلو. طيب يعني لازم يلبسها لون الشوز. طيب هل الافضل او لو مش ما عندوش الاوبشن ده، ممكن يلبس الشرابات اللي هي القصيره اللي هي مش بيبان لونها اساسا. اوكي يعني في ناس ما بتحبش تلبس شرابات طويله. اوكي بس كفورمال فورمال لا فورمال لازم الطويل بالظبط. طيب تمام. طيب لو هو هيلبس الشوز لازم لازم عليه ان هو يكون نفس لون الحزام، يعني يكون الشوز والحزام نفس اللون، يعني الافضل بس في ناس مش بيليق عليها، يعني لو هو مثلا برضو عنده بطن لا مش لازم ان هو يلبسه لون القميص، يلبس الحزام لون القميص عشان ما يفصلش. ايوه بالظبط، لو فصل ما بين اللون ده واللون ده هيبان منطقه البطن دي، او هيبان ان الرجل عريضه، فلو هو مثلا سليم او رفيع لا يعمل اللي هو عايزه، بس لو هو عنده منطقه بطن لا يفضل ان احنا نلبسه لون القميص، الحزام يكون لون القميص بالظبط. فهو يعني كده ممكن ما يلبسش ابيض وكل بقى. اللي فوق لازم يفضل ان هو غامق ولونه واحد، ما ينفعش ان انا البس البليزر لون والقميص لون، لا هيفصل ما بين فوق وما بين تحت، وهيبين لو في قصر كمان.
هيبينه قصير، فالاحسن ان هو يكون فوق نفس اللون، وحتى لو يبقى افضل كمان لو فوق وتحت يبقى نفس اللون، صح؟ يديله طول اكتر. طبعا طبعا. طيب من وجهه نظرك كده قولي لنا ايه القطع البيزك الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده عند الرجاله وعند الستات؟ خلينا الاول عند الرجاله. يعني الاثنين انا شايفه. طيب نقول الاثنين. التيشيرت الاسود بالابيض ده اساسي، الجينز اساسي. لو عند مثلا الرجاله بدله كلاسيك اساسيه، شوز اسود كلاسيك اساسي، هافان برضو لون اساسي، كوتشي ابيض اساسي. عند البنات مثلا لو في الشتاء كوت اسود، كوت هافان، كوتشي، بوت اسود، بوت هافان. دول الحاجات أساسية. الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده عندنا في الشتاء، سواء الرجاله ان هو لازم عنده الدرجات دي. الاسود والبني اساسي معانا، او الهافان، وانا شايفه الهافان بيبقى اشيك بصراحه. وترند السيزون ده. طيب ايه رايك في الموضه اللي طالعه كده ان بنلبس مثلا الرجاله او الستات على البدله او على الدريس السواري نلبس سنيكرز مثلا او كوتشي؟ يعني بصي هي ليها ناسها. يعني مش اي حد بيليق عليه. يعني لو حد مثلا هو اساسا شخصيته كلاسيك مثلا او شخصيته فورمال، مش هيليق عليه كده، مش هيحس بنفسه كده. في ناس شخصيتها اللي هي الفانكي شويه، اللي هي لا هم شخصيتهم ما يعرفوش يلبسوا هيلز، ما يعرفوش يتعاملوا بطريقه كلاسيك، او ما يعرفوش بيتعاملوا بطريقه فورمال، فده ليه لبسه وده ليه لبسه. فهي حسب هي شخصيتها الشخصيه. الستايلنج ده عايد على شخصيتنا بالظبط. يعني احنا شخصيتنا ايه اللي بيليق عليها، او ايه الشخصيات اللي حوالينا اللي احنا بنتعامل معاها كمان. فهو حسب كل واحد ايه المود بتاعه بصراحه. طيب لو بس لو الصح يعني لا ما ينفعش. في كاب طبعا كرولز يعني او كرولز في الستايلنج او الاتيكيت، لا طبعا ما ينفعش. طالما انا رايحه فرح لا لازم ان انا البس هيلز، او لازم البس تشوز كلاسيك، او ان انا يبقى شكلي كده كله يبقى فورمال وكور. بالظبط. ما ينفعش ان انا البس الحاجات دي بصراحه. طيب لو الراجل بقى طويل وعريض مليان مثلا، عنده بطن يعني، يعمل ايه؟ يلبس ايه؟ ايه الحاجات اللي تخلي شكله سادة. كويس؟ الوان ساده. طالما يعني لو هو قصير او طويل، بس طالما عريض يلبس ساده. بالظبط. ولو في منطقه بطن بلاش نلبس قميص ابيض خالص. يعني بلاش نلبس قميص ابيض بزراير. يا اما لو هنلبس قمصان يبقى نخليها بره، ما ندخلهاش جوه، ونلبس حزام مثلا، او الحزام يبقى تحت البطن. لا المنظر ده مش حلو خالص. طب لو راجل قصير يبان طويل ازاي؟ هل ممكن يلبس مثلا ما يلبس لونين مع بعض؟ يعني ما يلبس مثلا الوان كتير فوق والوان كتير تحت، يلبس لون ساده. حتى لو هو مش مليان بس قصير يلبس لون ساده هيبين ان هو. والشوزات اللي هي بتبقى اللونج دي شويه دي بتبقى حلوه قوي، سواء الكلاسيك او في اللي هي السبورت برده بتبقى عاليه، دي شويه بتبقى مناسبه جدا. ايه هي الكبيره بقى يلبسه الايه؟ ايه الحاجه اللي ممنوعه يلبسه لو هو قصير؟ ما ينفعش يلبس بنطلونات لو ويست زياده عن اللزوم. الميد ويست بيبقى احسن، يعني اللو ويست قوي ده هياثره اكتر. وما ينفعش يلبس بنطلون واسع او اوفر سايز، لان ده هياثره اكتر. نبعد عن ده. يعني لو هو قصير لا ما يلبس بنطلونات اللي هي الواسعه، اللي هي نازله على واسع قوي، او ان هو يلبس حاجات اللي هي اللو ويست او كده، دي هتاثر اكتر. نبعد عن الموضوع ده. طيب ندي بقى شويه للستات برضو، لازم ياخدوا حقهم. دايما لازم ان احنا نرجع للستات تاني، ما ينفعش الموضوع كله يبقى طبعا كده. طيب دول اساس الفاشن. ايوه. يعني من غيرهم ما فيش فاشن، ما فيش ستايلنج، ما فيش اي حاجه. لو الست او البنت كيرفي مثلا او جسمها مليان، ايه الحاجات اللي ممكن تلبسها تبين ان هي يعني ما تبينش مثلا ان هي دفوعات في يعني لو في مثلا في البطن او في الصدر؟ لو مثلا منطقه الصدر عندها عريضه، ما ينفعش ان احنا نلبس حاجات ضيقه او الهاي كول. هاي كول طالما احنا داخلين على شتاء ده هيعرض اكتر. افضل ان احنا نلبس الراوند او الفي. لو هي كتفها عريض ما ينفعش تلبس البلوفرات اللي هي التريكو او الحاجات عشان ليها سمك. بالظبط. دي كلها بتعرض اكتر وبتتخن اكتر، فنتجه للحاجات اللي هي الخفيفه، اللي هي اللي بتدفي مثلا الصوف الخفيف. الحاجات البلوفرات اللي هي الخفيفه ما تبقاش ان هي تقيله قوي، عشان كل الحاجات دي بتتخن. بلاش برضو لو عندها بطن نلبس حزام.
عشان الحزام هيبين منطقة البطن وهيبين ان في فاصل ما بين فوق وما بين تحت. نبعد عن الموضوع ده. لو منطقة الأرداف عندها مليانة شوية ما تلبسش بنطلون ضيق. لو لبست بنطلون ضيق تلبس عليه حاجة واسعة من فوق. اوكي، والعكس ان هي تداري منطقة الأرداف بالظبط. والعكس لو لبست بنطلون واسع تلبس عليه حاجة يعني قصيرة شوية، بس ما تبقاش اوفر سايز. وبلاش اوفر سايز، يعني المقاس يبقى مظبوط. طيب ايه الباترنز اللي ممكن تبين الست او البنت يعني ان هي يعني جسمها اقل او تداري ديفوهات فيها؟ يعني مثلا لو هي قصيره في الشتاء بصراحه الموضوع بيبقى صعب شويه. يعني في الشتاء حاجات كلها الشيب بتاع جسمنا بيتغير عشان الحاجات كلها تقيله. بس ان احنا ممكن نبعد عن الحاجات اللي هي القماشات الكبيره، بس ممكن نلبس الكوتات اللي هي السليم العاديه. الالوان الغامقه طبعا، الهيلز البوتس اللي فيها هيلز او كده دي بترفع وبتدي طول. حاجات دي، البنطلونات الشالستون بتدي طول جدا وبتدي رفع للرجل. حاجات دي كلها ممكن تدي لون الشوز بيفرق طبعا كمان في ايه بقى تعمل في ناس كتير مش فاهمه الموضوع ده. بس مثلا لو انا عريضه من فوق ما ينفعش ان انا البس شوز غامق تحت. لا، لان الغامق تحت هيرفع رجلي وهيبين ان انا عريضه. للاسف مش كل الناس عارفه النقطه دي. يعني انا بحاول تقوليها علشان لا مش تعرف. كل الناس عارفه النقطه دي، مش اي حد بيكلمني في النقطه دي، بس فعلا الشوز بتفرق معانا. لو انا عريضه من فوق ما ينفعش البس حاجه غامقه من تحت، لانها هترفع رجلي وتبين ان انا عريضه. فلازم اعمل توازن ما بين فوق وما بين تحت. لو انا اوريدي رفيعه من فوق لا البس سنيكرز ابيض عشان يملى رجلي من تحت، او البس هيلز فواتح عشان تدي الشيب بتاع جسمي حلو. يعني لو رفيعه اتجه للالوان الفاتحه. اوكي، طيب تقدري بقى عايزين كده تقولي لنا نصيحه للستات علشان تفضل دايما محافظه على اناقتها؟ اهم حاجه تتابع الموضه، شوفي ايه المناسب ليها. المناسب ليها، مش الموضه بقى. لا مش انا ما بمشيش ورا موضه، اشوف ايه المناسب ليا واشوف ايه المناسب مع جسمي، واشوف ايه المناسب مع البلد اللي انا عايشه فيها او الاريا اللي انا ساكنه فيها. والمكان اللي انا رايحاه دي اهم حاجه. وتطلع تشوف مثلا، تتابع الفنانين، تتابع الناس بره مصر بيلبسوا ازاي، او الحاجات اللي هي يعني دلوقتي في مثلا باريس فاشن ويك ممكن تتابعها، او لندن فاشن ويك، الحاجات اللي هي اللكجري براند تتابعها وتشوف ايه هي المناسب بيها وتاخد منها. دي احسن حاجه ان هي ممكن تعملها. وما تقلتش يعني تشوف الحاجات المناسبه ليها. لا تشوف المناسب ليها والجسمها والشكلها وسواء محجبه او مش محجبه، تشوف ايه، تاخد من كل حاجه كده حاجه حلوه وتعمل في الاخر كده كوكتيل حلو ليها ان هي تبقى مميزه بيها. اوكي، نورتينا. انا مبسوطه جدا بجد. مبسوطه جدا وانا بالكلام معاكي، وبجد منورانا. وانا والله مبسوطه جدا. ودلوقتي نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.